اهلا وسهلا. كان في تبرير، كان في تبرير جميل جدا كنت بقوله لو صدق البعض يا عبد الله، ولكن البعض كاذبون والبعض صادقون. جاهز؟ جاهز. خلهم يسووا لي ميوت. طيب سووا لعبد الله ميوت وخلوا عبد الله يقرا. وارفع الورقه يا عبد الله. طولت يا عبد الله. تقدر ما تجاوب يا عبد الله. عبد الله أبعطيك صلاحية تقطع السؤال. كيف أقطع؟ قطع السؤال. يعني قسم نصين. قسم نصين 250 درجة. قسم السؤال أو قطع الورقة. هو السؤال الأول يجر الثاني. يلا عبد الله ما عندنا وقت. يلا خذيه. عبد الله ترفض إنك تجاوب. نعم. ليش؟ أدري. طيب بيني وبينك. مو بصح. خليها بيني وبينك. بالعكس. الآن ثلاثة أشخاص يعرفون الشيء هذا، أنا وأنت والظرف. ولو نسبة بسيطة. من إيش؟ من الكلام اللي موجود. كيف يعني؟ ما فهمت. نسبة بسيطة. أي نسبة؟ هو في نسبة مو بسيطة بعد كبيرة، بس إنه مو بالكل. في نسبة هو. أعطيني الظرف عبد الله. أنت تعرف النسبة هذه. ما يعطيك العافية عبد الله. عبد الله يرفض إنه يجاوب على السؤال. حق خاص لعبد الله، وشكرا لعبد الله، نحترم وجهة نظره. تبغى الظرف ولا اخذه معي؟ لا اثق فيك ابو بشر.